وضعي صاير شي تعبير وأحوالي عم بيضيقوا. قال له التاني للأول سيسرنا عندي أشغال، الزمن الأول تحول وتعبنا من القيل والقال، بدك تبقى مش مسرور وعم تنعي دايما مقهور. أنا والله مش من هالراي، كل شي محولي ياي، قلك ليش تفكيري هيك وبحطك ببيت الياك. أنا دايما في عندي الحل لأنه بشوف لا يمل لا يمل دواء حب الصبح حب الظهر حب عشية. ليه سؤال جدي وما تسأل حكي؟ انا قريتها اليوم بالجريدة. يا نعيم ما تحكيلي فيها. هلا في تحليل عم بقول انه هالاستحقاق معقول يصير بوقته ويمكن ما يصير. استحقاق مش رح يصير. لك يا جماعة يا جماعة شو بكن انتو؟ شو بكن؟ شو في؟ وين ما رحنا بتحكوا بالسياسة؟ ما في مخلوق بالعالم الا ما بيحكي بالسياسة. جايين ناكل لقمة، جايين نقعد نريح راسنا من القصص. طب منيح، شو في الواحد يحكي غير السياسة؟ ساعة استحقاق، ساعة 8 أدار، ساعة 14 أدار، ساعة أكترية، ساعة أقلية، ساعة موالاة، شو هالعبارات والمفردات اللي على لسان كل لبناني هول؟ قاعدين الواحد ريحوا لي راسكم من القصة. ساعة محكمة، ساعة حكومة، ساعة أمن، جاء مجلس أمن، ساعة بينتخبوا رئيس، ساعة ما بينتخبوا رئيس، ساعة بينزلوا النواب، ساعة ما بينزلوا النواب. طيب طيب شو نحن لوحدنا عم نحكي بس؟ لك يا خي ما قرفنا من كل هالحكي بقى. طيب بس في موضوع نحكى فيه للسياسة؟ بطل احكوا بغير شي بقى، بطل في شي نحكى فيه إلا كل هالمفردات. ها حكومة واجتمع في حكومة مستقيل وأصيل ورئيس وما رئيس وغير قصص وغير قصص، كلها مفردات سياسية من هذا الموضوع. طبعا جد طلعنا بقى من حالنا. ليك هلا عباس لك جايين ناكل؟ طيب من اول الطريق قلت لكم بس بلشوا بالسياسه، ما تحكوا بالسياسه. عم نحكي بس هلا مثل تحكي. لك يا خي ما دائما انتم عم تحكوا هيك، وين ما بيروح الواحد كله الحكي بهذا الموضوع. ما في كل شو اولك بيجتمعوا اولك ما بيجتمعوا، اولك بينزلوا النواب اولك ما بينزلوا النواب، شو بده يصير بالمرحله واستحقاق الرئاسه، وبيعملوا حكومه وحده وطنيه ولا ما بيعملوا حكومه وحده وطنيه؟ زهقتونا بقى انتم وغيركم، ما بدي اكل معكم، ما بينقعد معكم. صلوا يعني. بده يرتاح الواحد، عدوا لحالكم. لا ما الفاس طلع طلع من ايش. يا لطيف يا لطيف ناتر. نعم. تعال خيي تعال. نعم سيس. الله ينعم عليك. نعم. نزل لي شوية. نعم بدك تاكل تطلب اكل؟ تاكل. تفضل. نزل لي شوية هيك مقبلات، حمص متبل. صحن بصحن أكيد. صحن بصحن إيش؟ وشايف لي ثلاثة أربعة أني كمان، أنت صحن بصحن. صحن فتوش ولا تبولة؟ لك جبت لك سيرة الفتوش أنا. لا تبولة متبل وحمص. تبولة متبل. وجيب لي هيك ناي ناي صحنين ثلاثة ناي. بدي أخلص من كل هالقصص بقى، بدي أرتاح. فتيلة. فتيلة. عصبة. لك فتيلة إياها هلا، وجيب لي أنت هول اللي عم بقول لك عنه. تابلة. حط انت حط على ذوقك، حط لي ليك بدي اليوم بدي كسر الارض خلص. ايه بدي هيك اقعد لراسي، ما بدي اقعد مع حدا وما بدي حدا يزعجني. وجيب لي نصيه عرق هالقد. نصيه عرق؟ ايه نصيه عرق. خي بلدي بلدي تكرم عينك. كيف تحب اكسر لك اياهم تلتين تلت؟ نعم كيف بكسر لك العرق تلتين بتلت؟ شو تلتين بتلت انت كمان؟ لا اكسر لي اياهم نص زائد واحد. طلعت لي انت كمان شو بيه؟ حتى بالاكل تلتين بتلت وتلتوا فوت وتلت ونص زائد واحد وبينتخبوا؟ ما بقى بيتاكل بهالمطعم، ما بقى بينعاش بكل هالبلد انتوا. روحوا انتوا كمان ولا. مساء الخير لكم مشاهدينا، مثل العاده النقيقه دائما دائما عم يتحفونا بمشاكلهم مع الدوله. رح نشوف اليوم شو المشكله الجديده. مرحبا يعطيكم العافيه. درت المي يا خيي درتها وجاي خفيفه. مرحبا يعطيكم العافيه. اهلا 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 وسهلا فيكي. اهلا عم تصوروا؟ نعم مسيو عم نصور. عم تصوروا؟ نعم هلا نحن عم نصور. هلا هلا عم تصوروا؟ نعم. وين هي الدولة؟ طول بالك. عشر اولاد عنده خي. وين؟ شوف يا دموزيل
عبر هالشاشه وقد احزر وخلص. ما عرفنا شو المشكله يا استاذ. ما بدناش نقول شو المشكله، ضروري يكون في مشكله. ما المكتوب بينقرا من عنوانه يا ست. وينية الدوله ما بتطلع بهالمواطنين اللي عم يتعذبوا واللي مش عم تطلع بمطاليبهم. مش مجبور. مين هو؟ خي مش مجبور يروح امبارح يطالب بمعاشه بالشغل بالدائره الحكوميه بالدوله، ما بيعطوهوش المعاش. ما قبضونش. ليش؟ قال شو السبب؟ قال مش عم بداوم ولا نهار ولا ساعة، مش سبب هيدا. طيب يا استاذ ما عم بداوم، كيف بده يعطوه معاش يعني؟ 10 سنين صار له بروح على الدائرة الحكومية أو داومش هلا وعم يقبض. هلا فاقوا يقطعوا المعاش عني وعن ولادي؟ مش مضطرين. 10 ولاد عندي بده يلاقي شغل برا، بيقعد كل نهار لكان بكش دبانه وبحل كلمات متقاطعة. طب لحظة يا استاذ، ليش ما شو خص الدولة؟ ليه ما بيروح حضرته بيفتش على شغل مثلا عندك هول بالمجلات بالمحل ما بينفشوا؟ يا عمي عم نفتش، ما نحن انا مش عم داوم وعم فتش في الشغل. في الشغل بهودي المجلات تقريبا عندك صفحة من فوق لتحت فيها 100,000 شغلة. وكيف بدنا نعرف فيهم هاو؟ مين بده ينبش فيهم هاو؟ نحن ما ننبش فيهم. وينية الدولة؟ ليش الدولة عم تنبش الناس فيهمش؟ يا استاذ بابا شو خص الدولة تنبشكم على شغل يعني؟ يا عم تعرب لنا اياهم انه مطلوب هوني كذا. ليش الدولة عبر هالشاشة بتشتغلش عنا وبتقبض وبتعطينا المصريات ها؟ شاطرين بالضرائب؟ مش مضطرين. طول بالك يا خيي، طول بالك. حضرتك كم ولد قلت لنا عندك؟ 10 ولاد. الله يخليك. لا قاعد موزين. نعم. مرته بدها تجرب تساعده ما بتقدرش. لك طيب يا استاذ، ليش ما مرته هي اللي بتهتم بالولاد؟ بتقدرش. بتقدرش. كانت عندها مشكله صحيه حلتها مع وزاره الصحه، كان عندها عمليه مستعجله على وزاره الصحه دفعوا ليها على اخر بارا وكتر الف خيرهم. ممنونين. ماشي. ثاني يوم بدها تعمل عمليه سيليكون، قالوا لها ما نغطيهاش. ليش؟ ليش؟ ليش يعني؟ نحن ليش في ناس بسيليكون وناس اب سيليكون؟ لانه ما معنا مصاري ما بيطلع لنا نسلكن نحن يعني، ما بيطلع له يكون عندنا سيليكون. وعبر هالشاشه وقد اعصرها وخلص، ما تحكيهاش ولا كلمه. يا استاذ السيليكون هو تجميل ما بينعمل ما بيغطيها ما بيغطيها. لك عم نفهمش. لك شو دخل هاي بهاي يا خي؟ شو قص؟ ابعش تحكي، امشي قدامي. لك يا عمي سيليكون كل العالم تدرس انه امشي قدامي. هيدا غير البوتوكس، هيدا غير البوتوكس والمناخير. مشاهدينا عرفتوا. لايك وين الكاميرا؟ هيا هون يا خي، طول بالك، تعال قرب لها يا استاذ. وقت اعذر وخلص. شكرا لك. مشاهدينا مثل ما شفتوا الدولة نقيقة كتير مزعوجين من الدولة، لأنه شكل الدولة ما عم تغطي لهم ولا عمليات السيليكون يا استاذ. شو عم بيصير؟ ولا شيء. فإذا موعدنا بيلتقى مرة تانية ما عنا إيه لنشوف شو مشكلتهم الجديدة. والوجه ما بتحكيش. خلص بطلت أحكيها. بعض الأعلام عم نعاني مؤخرا من اللغط اللي عم يحصل بوسائل الإعلام، ويمكن يكون لغط مقصود يعني بهدف الإساءة، يعني نوايا سيئة. من بانوراما نحييكم ونقدم إليكم بانوراما. نبدأ مع العناوين. استحقاق 25 أيلول، هل يتحقق؟ الطيران المعادي يخترق سماء دولة ممانعة. ماذا عن مصير الإرهابيين الفارين من نهر البارد؟ وإليكم التفاصيل. يا له من بلد اسمه لبنان، فالشغل الشاغل للسياسيين في هذا البلد هو المواطن المسكين، المنتوف، المفجوع، الصابر، الرباعي، أو بالأحرى الثلاثي، أو ما يسمى بالترويكا. فبعد سلسلة التفجيرات والاغتيالات والقيم والقعدات والأراجيل والسهرات، جاءنا اليوم استحقاق جديد، استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. وكالعادة الأعصاب مشدودة والأنفاس ملقوطة، والمواطن يتهاوى بين هذا المرشح وذاك. والغريب في الموضوع أنه مثلا 250 مليون أمريكي ينتخبون رئيسهم في يوم واحد بدون ضربة كف، بينما عندنا 128 نفر يا زلمي مش عم بيعرفوا ينتخبوا هالرئيس العتيد. انتخبوه خلصونا بقى.
إذن في حين أعلن الرئيس نبيه بري عن انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد، يبقى السؤال: من سيحضر المليون؟ عفوا، من سيحضر الجلسة؟ زميلتنا سوسو دقيلو تلقي الضوء على هذا الموضوع، إليك سوسو. نعم قاطف، نحن موجودين هلأ مع نايب من كتلة التنمية والتحرير لنعرف عن المبادرة اللي أعلن عنها الرئيس بري. مرحبا. أهلين. مرحبا. بليز بدنا نعرف عن المبادرة اللي أعلن عنها الرئيس بري. نعم طبعا، مثل ما كنا شفنا على التلفزيونات وعلى شاشات التلفزي مثل ما بقولوا، المبادرة العظيمة، المبادرة اللي قام فيها الرئيس بري وأعلن عنها، يلي هي دعوة لجميع النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وكانت مبادرة جيدة جدا وواضحة وصريحة ويشكر عليها، يشكر عليها رئيس بري. ومثل ما شفنا انه يعني دعى النواب لحتى يحضروا هالجلسة. ايمتى رح تكون الجلسة؟ يلا ان شاء الله قريبا مثل ما دعى بهذا التاريخ. داعي بأي تاريخ؟ 25 أيلول سمعنا. مزبوط، 25 أيلول الجلسة رح تنعقد إن شاء الله، وإن شاء الله كل النواب ينزلوا، ومثل يعني مثل بقولوا خليها تكون فاتحة خير جديدة للبلد، لحتى كلنا نتفق على قرار واحد ننتخب رئيس جمهورية لهالبلد ونصير فيه خلاص لهالبلد. نعم، بما أنه رئيس بري أعلن أنه الجلسة رح تكون ب 25 أيلول، هل يا ترى النواب رح ينزلوا على الجلسة؟ ها. سؤال كثير ذكي. هلا بالنسبه للنواب، نواب 14 اذار، انا باكد لك انه نواب 14 اذار مش بس رح يحضروا الجلسه، رح يجوا قبل بنهار ويفرشوا ويناموا تحت. امسانه مثلا شفنا الزميل نبيل دفريج كان على الوزيعة مشتري فرش. حلو كثير. محضرين نفسهم ان شاء الله لحتى شو اسمه، ليش الست غنوة جلول شفناها بمحل الكوفرنيت عم تشتري كوفرلي، حتى لانه بدهم يفرشوا تحت ويناموا ويقعمزوا تحت مثل ما بيقولوا. طب بالنسبه لنواب كتله التنميه والتحرير رح تكونوا اكيد موجودين. اما بالنسبه لكتلتنا نحكي عن حالنا، انا بصراحه انا شخصيا بحكي عن نفسي، انا ما رح اقدر احضر الجلسه. شو السبب؟ لانه عندي كتب كتاب عندي بالضيعه لشخص بيقربنا وبتعرفي مجبور احضره. اما بالنسبه لزملائي كمان، في مثل زملائي التانيين، في شخص كمان عنده مثل عرس لصبية بتكون بنت أخته لحدا قرابته، بدهم يحضروا العرس لأنه ضروري. نعم. بالنسبة للنواب الباقيين رح يكونوا معه، فبتعرف بهذا الوقت ما فيك تجي تأجل العرس أو مثلا أو كتب كتاب تأجلي كلمة هيك جلسة يعني. طيب بالنسبة لكتلة نواب الإصلاح والتغيير؟ بصراحة لك بالنسبة لنواب الإصلاح والتغيير كتلة نواب أنا ما فيني جاوب عنه، بس حسب معلوماتي حسب ما فهمت انا. نعم. انه جبران باسيل راح يكون بهذا التاريخ عامل باربيكيو بالرابية عند الجنرال عون، فبطبيعة الحال راح يكونوا كل النواب تبعونهم مجموعين فوق، لانه نعم. بتعرفي الجنرال ما بحب يقعد لحاله. طب وبالنسبة لنواب كتلة الوفاء للمقاومة؟ شفت كيف؟ بالنسبة لكتلة الوفاء للمقاومة انا ما فيني جاوب عنهم تسلميلي، بس حسب ما فهمت انه ما بعتقد راح يقدروا ينزلوا لانه كمان عندهم ارتباطات تانية. اوكي. طيب نحن بنشكرك وبنتمنى لكم التوفيق. طبعا بنرجع بدي انا كرر شكري لدولة الرئيس نبيه بري يلي دعي لهالجلسة يلي هي كان كل الناس بانتظارها، ومثل ما بقولوا يعني كان عم بيحطوا عصب الدوليب وعم بيقولوا انه رئيس بري مش رح يدعي للجلسة، هيها معلش رح نقولها بالعربي المشبرح، حط على عين الجميع ودعي للجلسة، والجلسة رح تكون ب 25 أيلول وبنتمنى على الجميع ينزلوا. فإذا من بعد كل هالسمعني كمان نحن بنشكر الرئيس بري انه اقر هيدي الجلسة ب 25 أيلول، وما قلنا الا ننطر لنشوف مين منكم رح ينزل. عاطف لك. شكرا سوسو. مفردات تعودنا سماعها في الفترة الأخيرة مثل الممانعة، المقاومة، المتابعة، المواجهة، المجابهة ألخ، ولكن ماذا يحدث عندما يخرق طيران العدو الإسرائيلي أجواء قلعة العروبة والممانعة والصمود؟ كيف يكون الرد يا ترى؟ ها؟ الجواب في هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة سوسو دخيلو مع الزعيم الوطني المناضل وئام وهاب. إليك سوسو.
نعم قاتف، نحن موجودين هلا بمنزل الوزير السابق وئام وهاب لنعرف منه تفاصيل عن الاشياء اللي سمعناها بالاعلام. مرحبا استاذ وئام. اهلا وسهلا فيكي. كيفك منيح؟ شكرا الحمد لله تفضل. استاذ وئام، سمعنا بالاعلام انه صار في خرق للاجواء السوريه، طبعا يعني كل العالم حكيت فيها، وانه صار في قصف كمان، صح؟ بالبداية خليني أوضح لك شغلي، أنه نحن عم نعاني مؤخرا من اللغط اللي عم يحصل بوسائل الإعلام، ويمكن يكون لغط مقصود يعني بهدف الإساءة، يعني نوايا سيئة. مثلا بهيدا الخبر اللي عم تحكي فيه حضرتك، عم بتقولي أنه صار في قصف، وهو مثل ما طلع بالبيان الرسمي ومثل ما نعرف جميعا أنه ما صارش في قصف، صار في إفراغ للحمولة عبر هالطيران، هذا حمولة من الذخائر على مواقع محددة عسكريا يمكن او لا على الخريطة، واصابات مباشرة، ولكن مش قصف، هيدي افراغ للحمولة من الطائرات، يمكن تكون هالطيارة اوفرلودد، يعني مثل ما بيقولوا انه عندها حمولة زائدة بدها تسرع اكثر، فافرغت حمولتها من القذائف والمتفجرات يعني الدسمة واصابت، ولكن الحمد لله ما صارش في اي اصابات بشرية. فمشان هيك لازم نوضح بعض الامور وما نقول انه صار في قصف يعني. اوكي. طب استاذ بيقام، معلي السؤال الثاني هو انه صار في خرق للسياده، يعني وانتو دوله الممانعه وكذا وهيك، انه نعم هي يعني مثل ما بيقولوا يعني هيدي هي مثلا دوله الممانعه، معك حق 100%، ولكن الممانعه عن الرد باوقات معينه، يعني بنعرف اي ساعه لازم نرد واي ساعه ووين وكيف، يعني هيدي الشغله نحن مسؤولين عنها يعني. فمشان هيك لازم تتوضح كمان هذه الامور حتى لو في خرق، ولكن مش ساعه بدهم هن يستدرجوا للرد عليهم، هلا يمكن يكون عم يعملوا نوع من الاستدراج، نحن بنعرف ايمتى بنرد ومن وين بنرد وكيف بنرد. اوكي. بتحب تقول قبل ما نختم استاذ؟ بحب اقول شغله بس لبعض يلي عم بيحكوا هلا، يعني هن يعني يعتبروا انه يشوفوا كيف بيكونوا رجال، كيف بيكون القرارات الصحيحه، مش مثل قرارات اللي بقوموا فيها انصاف الرجال اللي بتعرفيهم، ما رح نسمي هلا. فمشان هيك لازم دائما نرجع للحكمه باخذ القرارات المناسبه بالاماكن والاوقات المناسبه. ميرسي كثير لك استاذ ام وهام، ان شاء الله دائما بنضل على هيك اتصال مع اللقاء الحلو المبدع منك. عاطف، هيدا كان كل شيء لليوم، مثل ما سمعت الوزير السابق وئام وهاب. كانت معكم السوسة داخله بانوراما بيروت. إلك عاطف. شكرا سوسو. مصير الإرهابيين الفارين من نهر البارد، ما هو مصيرهم بالتحديد؟ الجواب بعد الإعلان مباشرة. بعد الاعلان. نعم قاتف، نحن هلا موجودين بمحيط مخيم نهر البارد، وطبعا عنا جميعا هون موجودين حدي بده يخبرونا كيف ساعدوا بتصدي طبعا لهالمجموعات الارهابيه. والان نتابع بانوراما. تحية إكبار وإجلال إلى جيشنا الوطني البطل بعد الانتصار الكبير في مخيم نهر البارد. انتهت المعارك وقتل من قتل من الإرهابيين، وفر عدد منهم إلى البساتين والمناطق المجاورة، ولا بد هنا من تحية أيضا إلى أهالي تلك المناطق الذين تصدوا للإرهابيين على طريقتهم الخاصة. التفاصيل مع مراسلتنا سوسو دخيلو. إليك سوسو. نعم قاتف، نحن هلا موجودين بمحيط مخيم نهر البارد، وطبعا عنا جميعا هون موجودين حدي بدهم يخبرونا كيف ساعدوا بتصدي طبعا لهالمجموعات الارهابيه. ساعدوا مع الجيش. مرحبا. اهلا. فيكم تخبرونا مسكين هالبوليس جيش المنظومين، تخبرونا شو صار معكم، كيف صارت هيك الشغله؟ كيف تصدينا له؟ نعم. كنا قاعدين انا وخيي هون بالجال، وشفنا لك شيء 40 50 ارهابي، بس شفناه هون خرطشنا انا وخيي وبلشنا نقوس عليهم قتلناهم كلهم. عم يفرفروا فرفره، كانوا هن هربانين عم يفرفروا، صيدناهم طق 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 كل واحد وحده. فضيت لي شي خمس مشاط عليهم، قتلتهم كلياتهم. اوف. ليش خي ما انت خبره شو قتل؟ ليش بنت شو اسمها منزار اللي على العين لما لقيت 10 كبلتهم بايدهم وباجريهم وربطتهم لحالها كمشتهم ليش ام خليل ما كانت على النهر؟ ام خليل لحالها على النهر، كانت ست عمرها شي 70 سنه، كانت على النهر عم تجيب عم تعبي مي من هناك،
ايه وشافت شي سبعة ارهابيين. طرقت واحد باللكن براسه وفجته ورزق ضل مظبوط كمشتهم هيك وربطتهم كبلتهم وعيطت لاهل الضيعه وجينا كمشناهم. هودي اللي عم يهربوا هوا اللي عم يهربوا من المخيمات عم يهربوا الى اماكن مش معروفه وين عم يكمشون الاهالي. نحن عم نكمشهم عم نساعد الجيش وعم نساعد الدوله بالتصدي لهم. طبعا مش لازم يقطعوا من عنا من هون لما دغري متصدي لهم. يا حو يا حو عطي فاهم. وبعد كمان شوف كنا انا وخي امبارح عم نتصيد عصافير كنا لانه هلا موسم المطوق والسمون قتل انا اوصل لحالي شي 30 سمنه وشي 35 شو اسمه هيدا المطوق ودجاج ارض خمس دجاجات ارض والبواشي وسبع بواشي و70 ارهابي 73 ليش عم تقول 73 ارهابي 73 ارهابي لحالي. برافو عليكم شباب. لكن فو هاي سمني هاي قصف لكنا مثل ما شفنا كيف بتصدوا هالجماعة لا وساعدوا يا هاي سمني بدني هاي لك اهتف روح فينو يا خي روح فرفر لقلك فرفر. شكرا سوسو. هذا كل شيء لبانوراما لهذه الليلة. ملتقانا معكم قريبا بإذن الله في بانوراما أخرى فإلى اللقاء. بعد الاعلان بلا يمل رولو تواليت. ايه هذا رولو تواليت انا انت جبته من شي جمعتين يا حبيبي من شي ثلاث جماع جبته. ايه شو هالمصروف انت واولادك بدك كبكوب رولو تواليت كل ثلاث جماع انتو ياهم. لولا اختي شوفي ما عم بفهم قاعد مع اصحابي على القهوه بدقي لي تقولي تع شوفي خيي خلص ما بقى قادره اتحمل. مش معقول جوزي مروان مش معقول خيي بخله رح يقتلني. لك شو بخله ما انت تجوزتي يا حبيبي. طيب يا حبيبي يلعن الساعه اللي تجوزته فيها. بدك هيك يعني انه لو ما الاولاد يعني يا ريتني ما تجوزته. ماشي 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 انت كمان خفف دخانه لو خيي. مين انت كم علبه عم تدخن بالنهار؟ أنا كم علبة يعني وكم علبة عم بيصير مصروف الدخان يعني. نعم بالنهار بدي علبتين ونص. ولو لو خيي ما بعدك شاب يا حبيبي. شو إنه علبتين ونص هيني؟ لا حبيبتي أنا لحالي عم بشرب نص علبة بس العلبتين بقوا عم بشربهم جوزي. طب ها تفضل خذ بدي إيده على جيبته بيشتغل بالدخان. رولا يا الله رولا. نعم كمشتك رولا كمشتك. شو في حبيبي ما تفكري إنه أنا ما بعرف شيء. رولا هيدا شو؟ رولو تواليت ايه هيدا رولو تواليت انا انت جبته من شي جمعتين يا حبيبي من شي ثلاث جماع جبته. ايه شو هالمصروف انت وولادك؟ بدك كبكوب رولو تواليت كل ثلاث جماع انت وياهم؟ ولو يا مروان ما هيدا كبكوب. اذا بتريد لا تكبكب انت ولا شي انت ما تفسدي اخلاقها. رولا ليش هالمصروف الزايد؟ ولو يا حبيبي رولو تواليت هيدا شو بيمسحوا الاولاد يعني؟ له طريقه الى اداره الى استهلاك الى دراسه. بتشيلي ورقه التواليت بيسحبها جاي هيك بيرجع مسح فيها من تاني ميلة. عشو هالمشكلة ها؟ معقول وجه وقفة يعني؟ وجه وقفة ايه خي شو وجه وقفة شو ما في ما لكن انتو لكن عمركم انتو منيظين عند بيت اهلك انت جاي تتحملي مصروف على حسابي انا. ولو يا حبيبي معقول الولاد يقعدوا يمسحوا يعني ما عم بفهم. بمسحوا كل عمرنا نمسح بالشرطيط. شو هالمشكلة ها هلا؟ شو ها؟ مجلة. حبيبي على المجلات هادي حقق 2000 ليرة بعدين كله فساتين وذهب. انت من اين رح يطلع لك فستان وذهب؟ عشو عم تقريها؟ عشو عم تقريها؟ شاريتيها ها؟ هاي شاريتيها ها؟ شاريتها يا حبيبي 2000 ليرة على لايك سبحانه 2000 ليرة استأجريها من عند ابو حسني من تحت. ايه ولا حدا بيستأجر مجلة؟ ايه بترجعيها شو بدك تاكليها بالاخر؟ بدك تاكليها؟ استأجريها اجار معجون السنين شو عاملة فيه؟ شو عاملة؟ يا انا يا انت اليوم معجون السنين شو عاملة فيه؟ شو عاملة فيه؟ ايدك ياكلها شو؟ مين مدخنها؟ انا. انت مدخنتيها؟ لا انت بدك تموتيني. انت بدك تموتيني رولا. ليه شو ها ثلاثه بيدخنوها ها بعد المفلعصه هيك عشو طافتيها من نصها بنت خرم بيك انت يا انت كنت تدخني اساسا عند اهليك كنت تدخني بس جيتي لعندي صرتي عشو نصها هاي من علبتي معلش من علبتك ايه وكمان حتى لو من لحظه خلينا ارجع لمعجون السنين هلا. نعم معجون السنين شو عامله فيه؟ شو عامله فيه يا حبيبي ما عملت فيه شيء شو بدي اعمل فيه؟ ليه خلص دغري؟ لانه عم يفرشوا الاولاد سنين عم يفرشوا سنيننا كمان سنيننا ممنوع نفرشيهم. ليش قديش عم يفرشوا سنينهم؟
ثلاث مرات بالنهار لا دجاج بتاكله ولا سمك بتاكله ولا زفرة بتاكله ولا يخنات بتاكله عايشين على الجبنة واللبنة شو بدها تفرش السنان من ورا الجبنة واللبنة عشو عشو بعدين معجون السنان انا قايل لك انت ليك كتير هيك وكابتي الله سطر ورجعت شلته هلا من الزبالة هيدا بتقصيه بالمقص بتفتحيه هيك بضل في بقلبه معجون السنان بتقحطيه وتقحيط على الفرشاية رولا ما معقول هالحكي اللي عم تحكيه هذا طول بالك يا مروان معلش طول بالك يا حبيبي. يا عادل يا حبيبي معقول انا يكون عندي مصروف علبتين كلينكس كل شهرين هي والولاد ليش علبتين محامي طب ما بدهم يمخطوا الاولاد يا بيمخطوا طيب ومخطوا عم قلك مخطوا ليش ما بيقصوها اصلا الورقه كيف بده يقصوها ليش ما بيقصوها قص ما ابنك كان مجرب شو بده واذا مجرب ما بده ينف بينف حط حده ضروري يحطها وكبه يخليه حد منه شو. بعدين عندنا شراشه شوف الدنيا قصقصيهم وعمليهم محارم وغسليهم ونفضيهم ولو يا مروان لك انا اللي بيقتلني انك انت ما كنتي عايشه هيك يا رولا جاي هلا على حسابي انا على حساب صحتي وحساب شغلي عم تقومي بكل هالقصص معقول ما بصير انا ما كنت عايشه هيك انت وين كنتي عايشه هيك انت شفناك كيف انت تعيشي شفتك لما رحنا اخذتك مشينا وحفينا لعتل قبلته فينا إيه لانه حبيبي اللي عاملين لي اياه اهلي ما حدا عامل لي اياه ما تفوتي لي اهلك على الموضوع هلا انت صرتي عندي واقع على الفيس بالراس ما تبلشي هلا طيب. بعدين شو حاطط لي ورقه عن شو هي جاد بده بوت للمدرسه شو هالصب اللي بده كل 3 سنين بوت طب عم تكبر ايش يا عمي شو بك لك شو بقول له عم يهري يعني كمان اكيد عم يهري شو بدي اعمل فيه لما عنده غيره الصبي ما يظهر فيه كيف يمشي الصبي يحطه تحت باطه ويمشي نعم شو هالمشكله كان يدعوس عليه البوت ببقى جايب له اياه انا ب 27000 عند احلى محلات عشو اذا في شتاء لحتى لي طش 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 بالشتاء حطي له هذا شو اسمه كياس نايلون باجراء معقول تلبس ابنك كياس نايلون لك يا خيي ما بيهتر الصباط وشو بيعمل مش عيب اصحابه بالمدرسه يعني شو عم تحكي لي انت شو اصحابه بالمدرسه كل عمره يلبس مشمعات ونروح ونجي ما تضلش هلا رايح تتفلسف علي بتقارن لي لك انت بتعرفي شو اللي بضايقني فيك بتعرفي شو اللي بضايقني فيك انه انت بتقارني لي حالك من وقت اللي كنتي عم بيت اهلك معلش وانت كنتي عم بيت اهلك ما تخليني احكي هلا ما ضايق النعمه عندي هون عم تدوق النعمه انا عندك عم دوق ما تحكي بقى رولا بتعرفي يا عادي انت بتعرفي شو اللي معلقني فيكي بس مهرك مؤخرك هيدا اللي بالصيني فيه انتو اهلك 200 دولار بدي تكون تك اذا بدي طلقك انا بدي تك 200 دولار عليك بدي خليكي قاعده هون بين هالاربع حيطان بلفتوني وقتها وكتبتوني مؤخر 200 دولار 200 دولار شو معناتها 300000 يا عادي الاف نسيت انت وقتها بدنا 200 دولار انت اول واحد طلعت قلت هالكلمه لحتى اللي بلقيتوني فيها ماشي منيح دقيت لك شفت ماشي عشو دقيت له عشو دقيت له مين دقيته تلفنت لي لك لمين دقيتي يا رولا هي مسكول ارتاح هي مسكول قولي مسكول قولي ها قبل احسن ما تجي الشرطه ديك اخذ لك علبه الدخان ما عم بقول لك علبتين ونص بضيع حالي منها هلا متضايقه خيي كثير يا يلا يا مجله بدك اياها انت ما عم بفهم انا ما عم بفهم شو قصتك انت وجوزك مروان سوري جنب فوريه خلاص يلا شو يلا ما تمك فاتح لهون شو ما شو يلا يلا اوكي سان باي قولي مسكول قولي ها قبل احسن ما تجي الشرطه ليك اخذ لك علبه الدخان عم بقول لك علبتين ونص بضيع حالي منها مين بس راسي صار ونص زائد واحد وبينتخبه ما بقى بيتاكل بهالمطعم لما بقى بينعاش بكل البلد انتوا روحوا انتوا كمان ولا حرام جن اخوه حرام جن صبر اخوه يبلع ريقه وضعي صاير شي تعبير واحوالي عم بيضيقه قال له التاني للاول سيسرني عندي اشغال الزمن الاول تحول وتعبنا من القيل والقال بدل
بدك تبقى مش مسرور وعم تنعي دايما مقهور. انا والله مش من هالراي، كل شي محولي ياي، بقلك ليش تفكيري هيك وبحبك ببيت الياي. انا دايما في عندي الحل لانه بشوف لا يمل.